شو في يا جماعة أبو عماد؟ شو صار له؟ العمر إلك جار، سمعنا صوت خبطة قوية، كسرنا الباب وفتنا لقينا خزانة المطبخ واقع عليه. هي واللي فيها هيئته المسكين كان بده يجيب شي غرض من المطبخ، داخ تمسك بالخزانة وقع هو وياها، لقينا القطر ميزات كله فوق. رح تضل محمل حالك ذنبه؟ شو هالجنان هاد؟ زلم كبير وخلص عمره. ما عم بقدر انسى انه كان بده ياني قبل بيوم وانا ما رديت عليه. كل يوم بنام بحلم فيه عم بيطلع فيني. يمكن لو رديت عليه وعرفت شو بده ما كان صار معه هيك.